كاينين دابا لي ليكتين اللي ما كناش نقدروا نهضروا عليهم، بعض الناس سولوني عليهم. انا في الحلقات الاولى ببرنامج الصحه والسلامه هدرت على لي ليكتين. شنو هما لي ليكتين؟ لي ليكتين بشكل بسيط هي مواد تسبب التهابات وحساسيات للانسان لما ياخذ الغذاء خارج الموسم ديالو. مي كتاخذ انت يا لا 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 مثلا الدنجال في شهر ثلاثة غيدير لك حساسيات، حتى الا ما حسيتيش بها غتكون واحد لانفلاماسيون اللي هي ما كتبانش، كتسمى ليبر لوكوسيتوس ديجيستيف. هذاك الشيء علاش الغذاء الموسمي، الفواكه الموسميه، الخضر دابا راه كاينه السفرجل، كاينه القرعه السلاويه، كاينه الرمان، كاينه البطاطا الحلوه، الخضر ديال الصيف راه الاواخر ديالها. هذا الشيء كامل هدايا الغذاء الموسم ديالو، الفواكه، المذاق الحلو الجيد، الخبز ديالك في الدار بالدقيق الكامل. سترين اختي فاطمه العجب العجب في الجسم ديالك. اول حاجه غتطلع، انا ملي كنسمع اكتئاب ذئبه كونديدا البيكون كنعرف جرثومة حلزونيه، وكنعرف هادشي خصو يتعالج بالتغذيه، زائد نمشيو نكشفوا على جرثومة الحلزونيه باش نعرفوا واش كاينه ولا ما كايناش، باش الا كانت نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، وسيصبح هادشي من التاريخ. وحنا كنهضروا على واحد النقطه اختي سكينه ما تفوتنيش، بيسكو كنهضروا على صحه المراه، جانب ترفيهي اساسي، جانب الترفيه للأنثى أساسي. كانوا هادي شحال النساء كانوا كيديروا القديدة، كانوا كيتجمعوا، كانوا كيمشيو مجموعين للحمام، كانوا كيخرجوا كاملين. عافاكم دخلوا للمجتمع، خليكم اجتماعيين، ما تقوقعوش. ماشي أنا مع وليداتي مثلا غنتقوقع في داري، لا لا، خليو تحلوا على المجتمع. والترفيه مهم جدا. أنا شوف من المشاريع اللي ديما أنا كنقولها، بعض الناس كياخذوها بعض هكا الأصدقاء، كيكون واحد الابتسامة الأولى ما كنهضر على دابا أختي سكينة، ما تمشي واحد كتمشي واحد فضاء الألعاب، ولدك كيلعب في فضاء الألعاب، علاش ما يتصاوبش فضاء الألعاب؟ تالي أنا اللعب، أنا اللعب، الناس كبار يلعبوا هاد الفضاء. دابا الناس هاد الفكره كتجيهم صادمه، مي سترونها، لان الان دابا في العديد من الدول كاينه في راسكم دابا باللي كاين لو شون ايكول، كاين الحقل المدرسه دابا في العالم اللي مشاو في هذاك الشيء. علاش الترفيه لا الانثى ولا الذكر محتاجينه حنايا؟ الصيف علاش كيعجب الناس؟ علاش؟ حيت كيضحكوا، كينشطوا، يمشوا عند العائله، يمشوا للبحر، يمشوا لهادي الترفيه. من انت كانسان راه 70% فيك طفل، خليه يخرج شويه، خلي هذاك الطفل يعبر على راسه في الحدود بيان سور، ما سمحوا لي على المصطلح، ماشي تبرهيش بالمستلزم ديالنا، لا، الطفل هذاك الطفل اللي فيه كيخرج. الترفيه للانثى مهم جدا، ماشي الترفيه ديال المحتويات والترفيه النهار كامل شد. دابا راه الانثى ولا عندها ان بروبليم سيرفيكال، غتلقاو الانثى والذكر. شوفوا الوليدات، لاحظوا هذه المساله، الا كان الانسان ما كيلاحظش راه امور خطيره جدا. لاحظوا الوليدات العنق ديالهم كلشي مقوس، العنق مقوس، هذاك سي ان بروبليم سيرفيكال. غدا ولا بعد غدا يقول لك راه عنقي كيضرني، هادشي غتلقى عنده ليغني سيرفيكال. هاد المساله مهمه جدا. النساء كذلك، عاوتاني قادوا الوقفه ديالكم عافاكم، البوستور، الوقفه تكون واقفه في العمود الفقري، يكون مزيان. كاين اختي سكينه دابا بعض الناس كيديروا بعض السميطات في الظهر ديالهم باش يقادوا الوقفه، هادوك ما يردوا لهم البال، راه كيضعفوا العضلات. انا نولف ديما نقاد الوقفه ديالي، علاش؟ لان لاكاج توغاستيك، القفص الصدري ديالي كيولي يدخل له اكسجين مزيان، كنلقى راسي كنولي كنشوف واحد، كنت بديت كنحني، كنرجع كنشوف العالم من واحد وجه اخر. علاش؟ لان زدت واحد 3 سنتيمات، لان الانسان ملي كيتقوس راه كينقصوا واحد السنتيمات. علاش انا نضيع راسي فيهم؟ الوقفه انا مزيان تكون وقفه مزيانه، كتعطيك اصلا الشخصيه، راه كتعرفوا قوه الشخصيه راه كتجلى في الوقفه ديال الانسان. شوفوا غير الصحفيين دابا في العالم، خاصه الاعلام البصري، راه اول حاجه كيعرفها الصحفي هو يجلس مزيان. علاش؟ لان كتعطيك واحد القوه في الصوره ديالك وفي الشكل ديالك. المراه شكل وصوره ومظهر وجوهر، نهتم به كامل، والمرأة خصها تكون تحيط بهذه الأمور هذه كلها، من أجل أن يكون عندنا مرأة بشكل صحة ديالها مزيانة، أسرة جيدة، مجتمع جيد، وبلد جيد. مرحبا. طيب أستاذ، نأخذ معنا زهور من الدار البيضاء بعجالة. مرحبا بك لالا زهور. مرحبا بك سكينة. مرحبا بلالا. أحليمي. مرحبا لالا زهور. والله إلا خليتو بلاصتكم، الله يحفظك ويطولي عمرك. بلاصتكم زعما واخا التسجيل ولكن ماشي محل مباشره. الله يجازيك بخير. الله يكبرك. استاذتي، واحد الاخ راه عاد يخرج من لاكلينيك، راه شهر هو في لاكلينيك وعنده مرض الميليوم، وكنشوفو لي بلاكيت هابطين. والله الا اليوم مسكين عاد غادي يخرج. ايوا، وراه فاش كنتي فاس دكتور احليمي كان ديك الساعه تيديك لي زاناليز، وباش يكتشف حمارو لواحد العينين، باش يكتشف المرض. دونك هذا المليوم عنده ديال العينين ياك؟
بدوه من العين. عنده لا واش عنده القطات بيضين ولا حمرين؟ لا لا حمر كانوا. ولكن عنده في الدم. داكو دابا عنده في الدم. ودابا الله يكثر كيتسموا هادو اصلا هادو اصلا كيتسموا حبيبات المليوم الوغ لي غرين دو مليوم. تفضل. مشى عند فاش كان في فاس مشى عند الدكاتره ديال العينين ولكن الحمد لله ما عنده حتى حاجه. هو ديجا ازماتيك وقال الحساسيه وهذا ولكن سبحان الله اكتشف الحمد لله العظم ما تقاصلوش اللهم لك الحمد. جميل اللهم لك الحمد دكتور لا والعينين ديالو العينين ديالو لا زهور العينين مزيانين. لا دابا مزيانين ولكن ملي كان فيه نعم. التخيطمو وخرجوه داو لا شومبغ لا قرا باش يشوفوا وليداتو هذا شي نعم. شي يومين تنفخات لواحد العين اللي صغيه تنفخات واحد دابا الحمد لله هذا النهار اللي هادي يخرج الحمد لله تفشات اللهم لك الحمد. ودابا الله يكثر خيرك استاذ احليمي هي التغذيه نعم. الله يكثر خيرك دابا ما تدوش حتى حاجه من غير لاصوب تنديرها له فيها كل شيء من غير بطاطا اللي ما تنديرلوش. الله يكثر خيرك سي احليمي. واخا مرحبا لاله الزهور مرحبا. هو شوف هو في الجانب ديال التغذيه سي فري هذا سي ان بروبليم اختي سكينه وانا يعني لي كل يقين ان استاذه سكينه حريصه على جميع المشاكل ديال المستمعين داك الساعه مع لي زوفطالمو ان شاء الله ممكن يكون هذا لو بروبليم ديال لي غران دو مليون. هادو شنو كتكون عباره عن بعض الالتهابات اللي كتعطي الوان متعدده ممكن تكون حمراء ممكن تكون صفراء ممكن تكون بزاف ديال الامور نوع من الالتهابات اللي كتبان. وانا شوف الجانب ديال التخصص كنخلي الشق ديال التخصص للمختصين وهذه ثقافة عندنا. الجانب ديال التغذية حيثما أرى الالتهاب يعني قبل هضرت الأخت فاطمة على الذئبة الحمراء دابا لاله زهور هضرت على هاد المليوم هذا راه داير بحال لاكني باش يعرفوا الناس راه بحال حب الشباب هو كيتسمى لاكني ميليار هاد لاكني هذا بحال لاكني غترجعوا الحلقه ديال لاكني نفسها مختص في التغذيه شنو الدور ديالو فات الدور ديالو يزيل الالتهابات في الجسم ديالنا حيدوا المواد المصنعه حيدوا شي حاجه خذوا داكشي اللي يجي من الطبيعه خذوا الموسمي خذوا ضبطوا الخبز ديالكم ضبطوا الماده الدهنيه اللي غتستعملوا بها اللي غتطيبوا بها هادشي كامل هذا والانسان يقدر يصوم علاش لان كل ما نقصنا الالتهاب لان شنو حمرار مثلا حب الشباب شنو القاسم المشترك بين لاكني ولاكني ميليار ولا لوبوس والحساسيات ولا شنو والحلاقم شنو القاسم المشترك هو الالتهابات. فالاوميغا 6 اللي كاينه في العديد من الزيوت كتعطي التهابات الاوميغا 3 مضاده للالتهاب فهادشي علاش اسماك فواكه خضر مكسرات بكميه قليله وبدون ملح نبعدوا على ما هو مصنع ناخذوا ما هو جاي من الطبيعه ناخذوا ما هو موسمي نشربوا الماء نعسوا بكري نفيقوا بكري ناخذوا اكسجين نضبطوا علاقتنا مع الناس العلاقات الاجتماعيه دابا الزوج ديالك منين يخرج على الزهور كملي له على الشوربه غير الشوربه راه ممكن نصوب انايا 600 نوع ديال الشوربه لان الناس تعودوا على الصوبه كتعني مستشفى لا الصوبة راه ممكن تصاوب فيها بزاف ديال الامور ممكن ديريها له بالقطاني ممكن ديريها بالخضر كذلك عطيها عصائر ديال الفواكه ممكن ياخذ مراق الدجاج مراق الدجاج الناس في الكونفاليسونس في النقاهة مهمه جدا نعدو نبعدو من المصنع وكيولي داك الساعه كنعرف انا في المود انفلاماتوار ومود اونتي انفلاماتوار فنتمنى الله الصحه والسلامه للامهات ديالنا ونساء المجتمع ديالنا ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقاية خير من العلاج.